للمزيد ينضم إلينا أيضا من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك. يعني مقال مهم في الجارديان يتعلق بالإنجاز التاريخي الخاص بالصندوق الخسائر والأضرار الذي تم التوصل إليه بعد 27 عاما في هذه الدورة. كيف قرأت هذا الأمر؟ يعني هذا مؤشر مهم على أمور كثيرة. أولا هو مؤشر على الدور الذي لعبته مصر في توجيه رسالة للعالم منذ بدء أو منذ اليوم الأول للقمة بأن هذه القمة هي قمة التنفيذ، وبالتالي كانت الرسالة واضحة أمام العالم من داخل مصر أن العالم يعني أضاع وقتا طويلا قبل الوصول إلى هذه النقطة أو هذا الاتفاق، وأنه لا مجال للحديث عن وعود ولا مجال الحديث عن التزامات لا يمكن أو لا يتم تنفيذها. مصر بهذه بوضع هذا الشعار لهذه القمة المهمة وضعت العالم أمام مسؤولياته، خاصة القوى الكبرى، وكما نعلم كان هناك استقطاب وخلاف كبير بين الدول المتقدمة وبين الدول النامية والناشئة، وبالتالي هذا مؤشر مهم على الدور الذي تلعبه مصر في هذه القضية الدولية المعقدة التي تواجه تحديات كبيرة، وخاصة عقب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19 تراجعت استثمارات العالم في مجال الطاقة النظيفة، بل عاد العالم وعادت الكثير من الاقتصادات بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى الوقود الأحفوري والفحم بشكل خاص، وبالتالي هذا مؤشر مهم على الدور الذي لعبته مصر في توجيه رسالة ووضع العالم أمام مسؤولياته. وعندما تصل أو تنجح هذه القمة في الوصول إلى هذا الاتفاق، يعني بعد فترة طويلة من التعهدات التي لم تخضع للتنفيذ وبالإضافة إلى الخلاف العميق داخل المجتمع الدولي، هذا يعتبر مؤشر مهم على نجاح الدبلوماسية المصرية في التعامل أو في إدارة يعني مؤتمر المناخ. التزام مصرية أستاذ دكتور محمد من جانب سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس هذه الدورة بمتابعة خلال الرئاسة المصرية لهذا المؤتمر، متابعة مجريات الأمور وفيما يتعلق تحديدا بصندوق الخسائر والأضرار، ولكن البعض تحدث بأن الصعوبة التي تم من خلالها التوصل لهذا الاتفاق يعكس، يعني هل التعنت والرفض الأوروبي سيختفي بين ليلة وضحاها فيما يتعلق بهذا الصندوق ليتم التعاطي معه بشكل إيجابي وآلية تنفيذية ستجد طريقها للتنفيذ في الأشهر المقبلة؟ يعني يجب أن نأخذ في الاعتبار أن قضية تغير المناخ هي قضية موضوع خلاف عميق داخل المجتمع الدولي، وهو خلاف يعني منذ سنوات أو منذ بدأ تعاطي المجتمع الدولي مع قضية تغير المناخ. هناك استقطاب أو خلاف عميق بين الدول المتقدمة والدول النامية والناشئة، والمفارقة هنا أن الدول المتقدمة يعني حققت نماذجها التنموية وأهدافها التنموية على حساب البيئة، بمعنى أنه عندما بدأت هذه الدول تجربة تنموية وعملية التصنيع لم تكن الاعتبارات البيئية يعني محل اعتبار كثير. الآن الدول النامية والناشئة عندما تقوم بعملية التنمية وتسريع أو تعزيز عملية التصنيع المحلي أو الوطني في وفقا للواقع الدولي الآن لابد أن تأخذ هذه الأمور في الاعتبار يعني الحسابات البيئية أو المعايير البيئية، وفي نفس الوقت هي المسؤول الأقل عن حجم الانبعاثات المسؤولة عن التغير المناخ أو ارتفاع معدلات درجات الحرارة. فنحن إذا يعني حسابات معقدة استقطاب بين الدول هي المسؤولة عن حجم الانبعاثات الأكبر في المجتمع في العالم، وهي في نفس الوقت حققت هدفها الخاص بالتنمية والتصنيع في مواجهة دول هي الأقل مسؤولية عن حجم الانبعاثات ولم تحقق هدفها الخاص بالتنمية والتصنيع حتى الآن، وهي في نفس الوقت التي تتحمل النسبة الأكبر من الأضرار. الأضرار الناجمة عن التغير المناخ تتركز بالأساس في الدول النامية والاقتصادات الناشئة. هذا الاقتصاد الكبير ليس من المتوقع أن يختفي بسهولة، سيظل هناك خلافات، ولكن المهم هو أن تعمل الدول النامية والاقتصادات الناشئة بشكل متكامل وبشكل أيضا
يقنع الدول المتقدمة على تحمل المزيد من المسؤوليات. هذا هو ما حدث في هذه الدورة، يعني اتخذت يعني حققت أو تم تحقيق بعض الإنجازات ربما لا تصل إلى الطموح الكامل للدول النامية والاقتصادات الناشئة، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن قضية تغير المناخ هي قضية معقدة وهناك خلافات عميقة داخل المجتمع الدولي بشأنها، ثم أيضا التحولات الدولية تأتي على حساب إنجاز في مجال تغير المناخ. الحرب الروسية الأوكرانية يعني خلقت واقعا معقدا من الناحية الاقتصادية، خلقت أعباء اقتصادية أيضا وواقع اقتصادي يصعب معه تحمل الاقتصادات المتقدمة المزيد من الأعباء والالتزامات المالية تجاه الدول. صحيح، وهذا ما تحدثت الالتزامات المالية والمسؤوليات، ولكن من ناحية الدول الأوروبية التي تحدثت عن التعنت والرفض بشأن إنشاء صندوق الأضرار أو الخسائر والأضرار والالتزامات المالية بشكل عام، المسؤولية الخاصة بهم فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وكل هذه الأولويات التي جاءت بشكل يبرر هذا التعنت وهذا الرفض بعد 27 عاما. الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وخبير الشؤون الدولية للقاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.